متعاقب عليها، صور ديال اللي تكرفس عليها، لان بعض المرات ما كتبغيش تمارس معها ممارسه اللي هي خارج الاطار ديال الشرع الله سبحانه وتعالى. يعني واحد جوج ثلاثه خسر المراه ولوحه الشارع. فالنتيجه في الاخر ان من بعد الناس 14 سنه كيديروا الديور، كيديروا كيديروا المشاريع، كيخدموا، كيديروا واحد المستقبل لوليدات ديالهم. المستقبل ديالها مع الزوج ديالها هو انه شرملها في وجهها. لا، الشرطه كتبحث على المجرم اللي شرمل هاد الزوجه. اول حاجه المشكل اللي عند غزلان، على ما كان واحد اتصال بيني وبينها، ان الحمد لله الشرطه كتبحث على المجرم اللي شرمل هاد الزوجه، مرت هاد اللي شرملها. فبكل صراحه ان شاء الله غادي الامن غيحاول يلقي القبض على هاد المجرم هذا، اللي كنشوفوا ان كاين واحد الصور بشعه اللي خص هاد المجرم يتعاقب عليها. صور ديال اللي تكرفس عليها، لان بعض المرات ما كتبغيش تمارس معها ممارسه اللي هي خارج الاطار ديال شرع الله سبحانه وتعالى. فكما كتشوفوا هما بعض الصور يعني ديال الترميل ديالها، وهذا الشيء هو عيب في حق امراه، وخصوصا المراه المغربيه، لان ولينا كنشوفوا هاد الخرجات ديال الترميل كنشوفوا عبر العالم. الناس كنشوفوها كتالم، بحيث كنشوفوا هاد المصائب. اي واحد يقدر يهز القرعه ويبدا يخسر في الوجه ديال الزوجه ديالو بهذه الطريقه البشعه، وربما عنده واحد ثلاثه الاولاد، عنده ثلاثه الاولاد، واحد منهم معوق، عنده اعاقه. فما يمكنش نبقاو نشوفوا هاد النماذج ونسكتوا. فلهذا مازال حنا مصرين كجمعيه الشباب الوطني التضامن على القبض على هذا المجرم في اقرب وقت، وغادي نتحملوا المسؤوليه باش يتلقى القبض عليه، وغنسقوا ان شاء الله مع السلطات، لان امثال هاد المجرمين كفانا، لان راه شبعنا من هاد الاجرام. علاش؟ رقم واحد، اول حاجه هو اللي باغي نوصل انايا، هو ولينا كنشوفوا هاد الظاهره ديال الترميل، يعني واحد جوج ثلاثه خسر المراه ولوحه للشارع. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. المده ديال 14 سنه، ان السيده 14 سنه وهي تزوج بها صغيره. فالنتيجه في الاخر ان من بعد الناس 14 سنه كيديروا الديور، كيديروا المشاريع، كيخدموا، كيديروا واحد المستقبل لوليدات ديالهم. المستقبل ديالها هي مع الزوج ديالها هو انه شرملها في وجهها. وكاين بزاف ديال الحالات اللي يوميا يعني كيجيو للمقر الجمعيه، سواء الناس ديال المحتاجين. يعني لهذا اناشد جميع الجمعيات والسلطات والحقوقيين انهم يشوفوا ان هذه الظاهره ديال الترميل ديال الوجه، كما شفنا ان القضيه ديال ساره كيتشرملات، وكان تهديد ديال الزوج ديالها من السجن. فغادي كيتغاو. بالنسبه لاخي يوسف الغزلان، الزوج ديالها هو اللي شرملها، سبب الترميل من بعد التواصل ديالكم معها؟ وسبب الترميل راه كتعرف ان الانسان دائما الخمور والمخدرات والممارسة ديال الجنس اللي هي ممارسة غير شرعية. أغلبية ديال الناس هذو هما المشاكل اللي عندهم. أغلبية ديال الزوجات كيعانيو من هاد المشاكل ديال الممارسة غير الشرعية. وهذا دائما كما كيقول لك ما خفي كان أعظم، لأن دائما ملي كتلقى المرأة والراجل ما غيتكلموش في هذاك الأسباب اللي هي ما كيتكلموش عليها، دائما كيمشيو لأسباب تافهة. ولكن سبب لب الموضوع هو الممارسة غير الشرعية. هذه حاجه معروفه ما خصناش نبقاو نهربوا منها. والحاله النفسانيه ديال سميتو، ان الانسان كيشوف يوميا في الصباح كيشوف الوجه ديالو مضروب، كي غتكون النفسيه ديالو فاش كيفيق الصباح كيولي يخاف يشوف الوجه ديالو، اين النفسيه غتكون عندك؟ واش من نفسيه غتكون عندك؟ وباش غادي تخدم؟ وباش غادي تقدر تواجه المجتمع؟ اكيد عند الوليدات، الابناء ديالها هما دائما غادي يشوفوا الام ديالهم، الام ديالهم ديما كيشوفوا فيها انها مضروبه في وجهها. يعني واش الام ديالي شنو؟ واش كانت شمكاره؟ واش كانت ام صالحه؟ وعلاش الضربات؟ يعني كاين عده تساؤلات. لهذا هنا فاش كنخرجوا المجرمين، هنا فاش الى هالمجتمع هنا فين كيتحمل المسؤوليه ديالو. علاش؟ لان مي كان واحد كيخطا بالمخدرات او الخمور او 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 او، شكون كيكون الضحيه؟ هما هذوك الاطفال، ثلاثه الاطفال. شنو غادي يخرجوا لك غدا؟ شنو غادي تقدم لهم غدا؟ والام ديالهم شنو غادي يخدمها دابا؟ لان الفقر، وهذا الشيء سببه هو الفقر. لو كان ان هذا السيد
ملتزم وقاد بالبيت ديالو، واش غادي يمشي يخربق المرأة الوجه ديالها بحب لك الطريقة البشعة؟ راه هذا الشيء حرام ولينا كنشوفه، والله الا حرام. راه عينا انا والله العظيم ملي كنشوف بنت بلادي مضروبه في الوجه ديالها كيبقى فيا الحال. انا كنشوف بنت بلادي كتوشم وواشمه وما مخليه مضاربه بالحمها، شنو اللي غيخلي بنت بلادي تولي بحالك؟ لان احنا كنا كنعرفوا المغربيات، يعني المغربيات في الاول كنعرفها مراه حادقه مقيده بالدار ديالها مسائل ديالها، يعني ولينا كنشوفوا هذا الانحراف الاخلاقي، كنشوفوا هذه المسائل اللي كتضر في الخاطر. راه عينا والله العظيم كما كي غادي نقولوا غنقولوا هريمنا كاع، راه بزاف ولينا كنشوفوا هذا الشيء. راه صعيب اللي تقبلوا، راه حنا مغاربه، حنا مسلمين، راه امه محمد، راه الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الامه ديالو. ولينا كنوصلوا هل اللي كيغتصب الاطفال، هل اللي كيقتل، هل اللي كيشرم، يعني شنو هذا الشيء؟ شنو هذه السيبه اللي ولات؟ هذه ولات السيبه والله العظيم. واش بالانسان شبع؟ هذه هي الشبعه، هذه هي الشبعه. ما لقيتي ما يدار، اجي نضرب هذه نخصل هذا، ما عنديش مشكل. ويلي انت غادي تمشي للحبس، راه غيخلصوا عليا واحد 80 درهم وجالس بخير والقفه توصلني وراني بخير واكل شارب. شكون عادي بكل بروده بكل والانسان دابا المشكل اللي كيدخل السجن كيخرج كيقول لك لا انا مازال غنزيد فيه. راه هنا فاش كنقولوا خص كل واحد يتحمل المسؤوليه، راه ما بقاش كل راه المسؤوليه ما بقاش كتحمل، راه المسؤوليه ولات عندنا وقلا غير كراسي، نوض من كرسي جلس على الكرسي، نوض من كرسي جلس على الكرسي، صافي كنبدلوا غير الكراسه. اما باش نحطوا شي حل او نشوفوا كي كاين شي رجل قوي اللي غادي يخرج ويتكلم على المأساة ديال الناس، مأساة ديال المجتمع المغربي، المأساة ديال الناس الفقراء، الناس الدراوش. وما نمشيوش نقولوا غير الناس الدراوش انهم لا فقراء وصافي، لا، حتى هما بخبيزتهم، حتى هما بخبيزتهم كيديروا جو ماشي فعلك اكثر من دوك الناس اللي لاباس عليهم. فهذا فساد في فساد في فساد. اش غيعطيك؟ غيعطيك اجرام، غيعطيك امور اللي ما ترضاهاش على بلادك. اول حاجه ما ترضاهاش على ان انت مغربي كاين واحد المغاربه انهم كيديروا شي جرائم، يعني ما تدخلش لك الراس ديالك. راه هذا الشيء، يعني انا بالنسبه ليا الا ما كانش واحد الحل، حل 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 ديال صنع او رجل القرار، المغرب خصو رجال ديال القرار، خصو ضرب من حديد. لان الاستهوان او يعني خلي معليش من بعد واخا وحط الملف ورقه وجلس، هذا الشيء غادي كيبقى يتزاد. هذا الشيء ما غاديش، كيفاش غنزيدوا حنا المغاربه؟ حنا كنتمنوا ان تكون عندنا التنميه. التنميه باش؟ التنميه باش؟ شنو المشكل؟ هذا ماله؟ هذا مغتصب بنته، هذا ماله؟ هذا اغتصب ولده، هذا ماله؟ اشفر هنا. اسباب ديال الجنس، تخلف، هذا تخلف، هذا استهتار. راه هاد الناس كيستهتروا بالحياه، هاد الناس خصنا، يعني انا ما كنقول كلا الطرفين، راه ما كنحملش المسؤوليه لواحد ولا، انا راه كنحمل المسؤوليه للمجتمع كامل وبما فيهم انا. انا ما كنحملش المسؤوليه غير لفلان وفلان، ولكن خصنا ناس واعلام يكون قوي، اعلام يوصل الرساله، اعلام يكون نزيه، اعلام ما يكونش فيه الرشوه، خص يكون الحكومه تكون قاده بشغالاتها، مسؤولين خصو يتقاد يعني حنا ولينا كلشي كلشي نهب 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 ضرب. شنو هادي مالا مخسره زيد انت ما مشدوش في الحبس انت انت انت. راه ما عايشينش في الغابه، راه عايشين في دوله الحق والقانون. السلام عليكم.